الله الرحمن الرحيم. تحية كبيرة جدا 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 لكل حضراتكم مشاهدينا في المنازل، مشاهدي برنامجنا خارج نطاق الخدمة. حلقتنا النهاردة ليها ظروف خاصة جدا. بالظبط كده، جدا 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 جدا. ازاي بقى ظروفها خاصة؟ ازاي بقى يا سيدي؟ الضيف اللي جاي يعمل مذيع رفض انه يبقى مذيع، قال لا انا هبقى ضيف لان انا بمثل ومذيع في نفس الوقت، بس قال لا انا مش هبقى مذيع، هبقى ضيف. قلنا له اوكي ابقى ضيف. بدا يبقى ضيف، في نص الحلقه قال لا 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 انا عايز ابقى مذيع. بعد كده لا بقى مذيع ولا بقى ضيف. طب ده حصل ازاي؟ ازاي ما تيجي نشوف هو حصل ازاي. يلا يلا بينا. وانا مالي انا ومال الكلام ده؟ لا انا قايله انا بتعامل على اني الضيفه مش جايه كمذيعه، بس انا مش جايه عشان اتحط في موقف انا مش عايز اتحط فيه. شوفهم بيمنوا عني بيقولوا ايه، عشان انا متاكده ان انا قلت لهم مش عاجبني الموضوع ولازم ابقى انا مش متجوزه، انا مش جايه عشان استضيف نجم. فين الفرشه اللي نعمل لهنا؟ تلاقي هنا في واحد. مالك؟ ساعتين قاعد، ساعتين قاعد ما بين هنا الاوضه وما بين اصله ما جاتش. اصله استنوا شويه، اصله انا مش عارف ايه بنعمل ايه، اصله بنسوي ايه، اطلع بره. طب يا جماعه يلا، طب حضر اصله مش عارف ايه فوق الكنترول بيتعمل، اصله في كابل مش عارف ايه. انا هسال مين؟ انا عايزه اتسال زي ما بيقولوا. هتتسالي؟ انا قايله لك كده ولا لا؟ يا ماما هتتسالي؟ عشان انا جايه على اني نجم او يا بابا يعمل برنامج عشان مش هقدر اسال يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدينا، مشاهدي برنامج رؤيا في جميع انحاء العالم، مساء الخير على عيون كل حضراتكم، وان شاء الله تكونوا حضراتكم مستمتعين معانا مبدئيا بكل اللي فات من حلقات برنامجنا، وان شاء الله تستمتعوا معانا النهارده كمان في حلقه جديده من حلقات برنامج رؤيا. النهارده بادئ ذي بدء، وضعنا مختلف، وبطبيعه الحال حلقتنا ككل هتكون مختلفه. ليه؟ لان الحلقات اللي فاتت كلها دايما حضراتكم متعودين بيكون معايا في كل حلقه من الحلقات احد الاعلاميين او احدى الاعلاميات، سواء في قناه فضائيه او في قناه ارضيه. النهارده الوضع مختلف، هكون انا لو تسمحوا لي طبعا انا المذيع الوحيد لهذه الحلقه، ولكن في المقابل هيكون معايا اثنين من الضيوف الاعزاء. واحد من الضيوف، ولكن احنا طبعا هنقدمهم لكل حضراتكم يعني مفروض ليديز فيرست، بس انا عايز اعرفكم كده سريعا، معانا ان شاء الله نجم من نجوم الكوميديا هنرحب بيه اكيد، ولكن في البدايه اسمحوا لنا نرحب بيه وجه مألوف جدا، انسانة رقيقة جدا، وفنانة جميلة جدا، وكذلك الحال مذيعة جميلة من مذيعات قناة المحور، وان شاء الله كل حضراتكم تستمتعوا بوجودها معانا النهاردة كضيفة عزيزة من منطلق انها اعلامية شهيرة وايضا نجمة من نجمات التلفزيون. اسمحوا لنا نرحب احنا وكل حضراتكم بالنجمة الجميلة والرقيقة دينا عبد الله. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة، وميرسي جدا ان انت منورانا حلقتنا النهارده. ربنا يخليك، كل سنة وانت طيب يا كريم، وكل سنة وكلكم طيبين والأمة الإسلامية بصحة وسعادة يا رب. يا رب، وان شاء الله يا رب يعني تستمتعي معنا في حلقتنا بقدر استمتاعنا احنا بان انت منورانا. انا سعيده اني معاكم في رمضان، برنامج اكيد جميل ما دام انت فيه. جميل بوجودك، والمجموعه الجميله موجوده فيه النهارده، وفي رمضان يعني شيء رائع، وانا بحب الاي ار تي جدا، ومدام صفاء غاليه عليا قوي، فانا سعيده اني معاكم. إذن ضيفتنا الجميلة دينا عبد الله هتكون معانا النهاردة كضيفة من الاثنين ضيوف. احنا قلنا لحضراتكم هيكون معانا إن شاء الله اثنين من الضيوف. ضيفتنا الأولى زي ما عرفتم هي دينا عبد الله، وضيفنا الثاني هو نجم من نجوم الكوميديا، وجه مألوف جدا في كل الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، نجم محبوب، نجم صاحب كم مهول من الإفيهات اللي صعب أي حد فينا ينساها. نرحب بحجاج عبد العظيم. حجاج كل سنة وانت طيب، ومنور البرنامج ومنور الاستوديو ومنور الدنيا كلها. كريم دينا حجاج، ازيك يا قمر؟ صحتك انت كل سنة منورة الدنيا كلها وانت طيبة. انا سعيد بوجودك جدا، اتفضلوا اتفضلوا. موضوعنا العام هو الحب. الحب الحب، احنا معانا رمز للانوثة الطاغية ورمز للرئة، لازم يبقى كلامنا عن الحب، رمز للبنات. طب
طبعا. فانا عايز اعرف دايما الحجاج على فكره يقول لي انت غزل البنات، التعبير ده انا مش ده مش هو بره يقوله يعني، لا يعني دايما يقوله لي، فانا بحب التعبير ده في كل الحاجات دايما اقول دينا غزل البنات. دينا رقيقه وجميله ومذيعه جميله ومنوره الدنيا. انا عايز اعرف بقى في البدايه دينا رايك في الحب عموما. عايز تسالني سالني انا في الحب. اسالك انت في الحب، انطباعاتك عن الحب واهميته بالنسبه لكل واحد مننا. لا طبعا الحب ده يعني لغه التفاهم ولغه التعاطف ولغه لغه الامان، لان الحب ده شيء جميل جدا لازم يبقى بين البشر وبين العالم كله، سواء يعني الاعداء لازم تكون في تصالح ما بينهم علشان يسود حب ما بين العالم، علشان على الاقل الاجيال اللي طالعه يعني. ينفع يكون في علاقه حب بين اثنين ومفيش امان ما بينهم؟ بالظبط، كتير جدا في ناس كتير جدا بتعيش معاهم ويحس ان تحس انك انت بتحب او تحس ان اللي قدامك ده بيحبك لكن خايف منه في لحظه يغدر. دينا تقدري تعرفي منين اذا كان الشخص اللي قدامك ده بيحبك فعلا ولا بيدعي هذا الامر؟ دينا دي طيبه بالعيش. طيبه هي جميله هي طيبه ما تعرفش حد ما تعرفش ده بيحبها. ما دي مشكله ثانيه عايز اقول لك، لو الانسان من اللي هي حسن ان حبيب قلبي ازيك بتاع يا عيني وضحك بالعشره. عارف برضو في حاجه اسمها احساس، احيانا انت تكذب نفسك تكون من كتر ما انت حابب اللي قدامك دايما تقول ايه لا اكيد هو صادق، يعني حتى لو انت يعني ممكن حاسس نفسك وما تشكيش فيه هو. ممكن لو انت حابب حد، او مش بيقولوا مرايه الحب يعني، احيانا تحب حد وعايز تلتمس له الاعذار عشان انت بتحبه، بس جواك حاسه، اذا جواك الحاسه دي صادقه ربنا مديها لك، هيجي في وقت من الاوقات تشعر ان احساسك هو ده اللي مكشوف عنه الحجاب. بس يعني كم واحد مكشوف عنه الحجاب؟ كم واحد بقى مكشوف عنه؟ والله انا بحس انا واحد طيبه يمكن ربنا. لا لا بقول لك طيبه، انا بالنسبه لي يعني انا دينا قصه راس تاني خالص. انا بكلمك على اساس ان انا ساعات لما بلاقي حد ابص في وشه، مجرد ما تبص في وشه في عينيه كده تقول ده بيحبك ولا ما بيحبكش. هل في سن نموذجي للحب؟ هل في مرحلة عمرية أو سنية معينة للإنسانة للفتاة على وجه الخصوص؟ الحب بين الولد والبنت؟ لا لا يعني الرجل والمرأة؟ لا رجل وامرأة؟ لا لا أنا بتكلم عن الحب بالمفهوم السائد في أذهان كل الناس، الحب العلاقة بين الرجل والمرأة. لازم يبقى في تساوي بينهم. بتكلم عن الحب بين الرجل، لازم يبقى في تساوي بينهم وبين حبهم وبين سنهم. لا ما كانش قصدي كده حاجة، بتكلم على نقطة ثانية. أنا بتكلم على هل في مرحلة سنية معينة بيكون الإنسان فيها أنضج ما يمكن لاستيعاب الحب؟ يا كريم حد أنضج دلوقتي؟ اصل بص النضج كلمنا عن الحب في حياتك. لا ما لا ده النضج والحب والامكانيه اللي انت تقدر تتالق بيها مع اي حد انت بتحبه او تتاقلم معاه، لازم على الاقل يبقى في حته بيت في اسس. اللي خليني اسال السؤال ده، انت بتقول في ناس لا مش بس ممكن تبقى شابه صغيره، انت بتقول في واحده ممكن تبقى كبيره في السن محتاجه برضه للمشاعر، محتاجه والمراهقه برضه محتاجه، مفيش سن. اصل ممكن مراهقه محتاجه ممكن واحد ست كبيره محتاج، ما هو ده اللي بفكر فيه. ممكن في واحده مش محتاجه بقى تقول لك يا عم ايه الاشتغالات اللي بتقولها دي، انا مبسوطه كده، انا مش عايز اسمع كلام حب، انا اللي عايزني يجي لي، انا ما بروحش لحد. ناس كتير جدا بتستقي الحب بمفهوم الحب وتطبيق الحب من خلال الافلام الرومانسيه. في الواقع بتلاقي الوضع مختلف تماما. مفيش خالص، مفيش يعني ناس كتير قوي بتاخد فكره عن الحب من خلال الافلام الرومانسيه. ده كل ده شكل النموذجي، ده سيناريو يا ما ده اللي بتكلم عليه، ان الواقع مختلف. انت راجل مثلت ودينا ممثله كبيره وجامده ومثلنا مع بعض كتير قوي. ويمكن اغلبيه تمثيلها كان في قمه الرومانسيه. انت عايز تجيب الجمال ده؟ لا دينا رومانسيه كده كده يعني. لا حتى صوتها فيه بحه جميله ورقه، تحس ان اي حد قدامها وقالت له انا كذا لازم الواحد يروح معيط على طول قدامها. ما لا لا انت بتتكلم على دينا، لا انا بكلمك على ناس تانية بيتكلموا في حاجات مثلا. طب يا شريف طب ثواني. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ ايوه ايه يا جماعه؟ لا ثواني مفيش حاجه، بس حاجه لابس لانسز ولا لابس عدسات؟ لانسز طب طب اطلع اطلع بسرعه اغسلها، اطلع بسرعه. لا استنى انا معايا مرايه، انا عايز لا المحلول المحلول المحلول. انا بضحك والله بنفسي، حتى نسيت الاجابات، عايزه اجاوب التركيز يقل، بس هو يعني لطيف.
انا ممكن اساله برضو معاكوا يعني. وانت عارفه تردي على اسئلتي. انا ممكن اعمل ايه؟ يمكن لو سالته هسيبه يرد. انا قلبت معايا تقلب معايا الضحك على فكره. مش مشكله احنا ممكن نقول له برضو ادي دينا فرصه انها ترد. قول له يا كريم ادي دينا فرصه ترد عادي يعني. هو فين دلوقتي يا احمد؟ ميك اب ايه؟ مش حاطط مكياج اصلا. انا حاسه اليوم من اوله كده مش مرتاح. ما انا بضحك عشان هو بيتكلم مستمر. لا ممكن تقوله في اللقاء طبيعي جدا. قوله انا اسال دينا سؤال محتاج ان امراه ترد على السؤال ده. سيده ست. فده يبقى يخليه يديني فرصه ان انا اتكلم. استغفرك يا رب واتوب اليك. استغفرك يا رب واتوب اليك. استغفرك يا رب واتوب اليك. هيبقى الكلام كله كده بنفس الصيغه دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا شريف نتكلم كده ونعمل حاجه لذيذه ونسال بعض كده وتسالني واسالك. مش يبقى كلنا نتكلم مع بعض؟ يا ريت الجو جميل ده فرصه ان دينا حبيبه قلبي. ربنا يخليك وانت كمان والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. ممكن ندخل مثلا على الشك في الحب. الخيانه ازاي اللي بيحب مثلا ممكن يغفر قد ايه؟ الخيانه والحاجات دي مهمه قوي في. انا معاكم في الخيانه للصبح. انا بقى انا ارد مره واستاذ حجاج مره. انا ارد مره واستاذ حجاج مره. يعني في نفس السؤال. طبعا راي اللي مهم رايكم انتوا. الاثنين ناخد الانطباعيه. انا ارد ممكن. ندي فرص لبعض علشان من ايه الاسئله تبقى متفرقه بالزبط. بشكل كويس بالزبط. لا نبقى يعني لا نفس السؤال. انا هراعي ده في. اسيبك ترد شويه وبعدين انا ارد. او انا ابدا وحارتك تكمل. بالظبط عادي جدا. اوكي يلا يا سبيلبرج. احنا بقى سؤالنا لو تسمحوا لي لازم نعرف فيه انطباع المراه. لازم نعرف راي الست فيه. دينا الست لما بتحب هي المرأة بس ولا يعني لا سؤال عام. لا احنا انت عارف السؤال ايه؟ هل الست لما بتحب زيها زي الراجل لما بيحب؟ انا اقول لك بقى سيدي. بالنسبة للراجل لما يجي يحب حبه الاساسي اللي هو منبثق من قلبه. معلش سوري من قلبه اللي هو في حاجه مش هقول عشان تكبنا طبعا. معلش تعمل قوي ثاني شيء بعد. طب بص يا حجاجي ارد انا حته صغيره ورد انت بعدي على طول. اقول حته وبعدين عشان بيسال عن الست. استنوا يا جماعه صغيره. مفيش حاجه تضحك خالص يا خالص. هو كريم قصده ايه؟ ان برضو ندي لينا فرصه ان تقول جمله مثلا خاصه بال يعني هو بقصده ان انا ارد تعليق عن المراه على اساس بحكم ان انا واحده يعني. على اعتبار ان انا مراه يعني. على اعتبار ان انا مراه. مترقي ان وبعد كده حضرتك ترد على طول. يعني مين اللي جاوب الاول عشان اتفق بقى؟ بص هقول لك حاجه. طب بص خلينا نعيد سؤال تاني. خليه طبيعي بس. انا عايز خليه طبيعي عشان يلا طبيعي على اساس يلا الحوار شكله ارتفيشال. بالظبط. هي شريف بس هو ايه؟ اصل انا ما بحبش ايه حد يبقى ماسك ورقه. انا ماليش ورقه. لا 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 اجيب الاوراق. لا انا بتكلم على احيانا برامج تلفزيونيه بحس ان في لازم يرص لك الاسئله. لا ده برنامج رمضاني. لا وغير كده دي انا عايز اوضح حاجه. انا عايز اوضح حاجه اسمعيني. اسئله منظمه بحس ان ايه السؤال الاول لكذا وكذا وكذا. لا ده استرسال مع الكلام. لو تلاحظ النهارده الحلقه ايه انا طالع من غير اي اسئله بالزبط. من غير اي ورق من غير اي دايما انا العمليه ايه معايا اتنين جمال والعمليه دايما دردشة. بتبقى كده بتبقى الاسئله دردشه انا بتختاروا موضوع فكره ولانك الناس بتحس بالحميميه ونناقش الفكره دي. احنا نقينا ليه فكره الحب؟ لقيناها لايقه يعني كريم وانا لعلمك يا جماعه ممكن نبدا بقى والنبي انا يلا 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 انا كل ده فاصل هناخد من نفس السؤال الثاني اكيد بعد اذنك. من نفس السؤال الثاني حجاج انسه دينا هتسال دلوقتي هترد دلوقتي على السؤال. مين خلاص بقى انا خلاص هنسال السؤال مش حاجه. يلا يلا يا كريم بالنسبه للحب للمرأة. سؤالنا بقى عايزين نعرف فيه راي الست مبدئيا راي المرأة. هل يا دينا المرأة لما بتحب وتنفعل وتدخل بقى تدخل في حالة حب يعني في حالة حب هل زيها في ده زي الراجل درجة حرارة حبها يعني درجة حرارة حبها بالظبط انا بدور على دي. أيوة. زي درجة حرارة حب الرجل مش كتير ما تختلفش. هو لا تختلف الست بتبقى مشاعرها اكتر فياضة عشان قاعده فاضيه في البيت. لا لا ازاي يعني عشان قاعده فاضيه في البيت بنتكلم على الاحساس على الاحساس والمشاعر. الست اعطائها اكتر ومشاعرها اكتر وفياضه اكتر وحسب طول الست يعني حسب طول الست بالنسبه لي.
بس اكيد انفعالات الست تختلف كتير جدا عن انفعالات الرجل. بالظبط. ما لا مش طيب كل الانفعالات. لا يعني ده اللي عايز اوصل له يعني. يعني عايزين نعرف يبدو في وجوه من السيدات احيانا بيمتاز مثلا او وشهم في فطور لكن عندهم غليان رومانسي بداخلهم ما تعرفش. زي الواحد مثلا ما تضمنش واحد يكون متعصب قدامك متعصب وهينفجر من العصبيه اللي جواه لكن بيبتسم او وشه فلات ما فيهوش اي تحركات ما فيهوش اي رياكشن فبالتالي ممكن تقول لا ده مش يعني مش عديم الانفعال. عديم الانفعال لا انفعال داخلي سؤال كريم. لا داخلي مش لكن مش عديم الانفعال اللي هو يعني لا مش معنى. استناني بقى استناني ارد حته بقى اديني ارد اديني فرصه ارد واسيب لك فرصه ترد اقول حته انا كمان. اتفضل. انا عايزه اقول ان الراجل مشاعره اكيد مختلفه في يعني طريقه تعبيره فعطاءه يعني مشاعره مختلفه عن المرأة. شفت انا كنت خايف اتكلم على الراجل ليه كده. الراجل سلوك انت بتتكلمي على الراجل ازاي؟ شفت انت بتتكلمي على الراجل ازاي؟ ما انا عايزه اقول ما انت بتتكلمي على الراجل بشكل فعلا انك انت خاسفه بيه الحكايه. والله ابدا لا يا دينا انا عايزه اقول هي برضه بتتكلم على الراجل من زاويه الست. بتكلم على ان الراجل ممكن يبقى سلوكياته فيها مشاعر اكتر من كلامه لكن الست يعني افعال عايزه تقول الراجل سلوك افعال مواقف وتبقى الست بتبقى نفسها تسمع كلمه منه لكن السيده دايما عندها الالفاظ والكلام والتصرفات ممكن تبقى ايكوال عندها مع التصرفات مع الكلام. تصدق بالله ولا اله الا الله. لا اله الا الله. ان انا ما عارفه اكمل الجمله لاني بنسى تركيزي من كتر ما انت دمك زي السكر وحياه ربنا بس انا عايزه اركز مش عارفه اقول الجمله. هطلع في البرنامج ده متخلفه عقليا. هطلع في البرنامج ده متخلفه عقليا. ليه يا حبيبتي ما تقوليش كده؟ جيلك انا مش عارفه اقول حاجه شريف سوري معلش انا متاسفه نسيت السؤال نسيت الاجابه بركز في كلام استاذ حجاج ومش عارفه من كتر ما انا مستمتعه. فاصل فاصل كمان استاذ حجاج الستايلست بتاعت حضرتك في حاجه في وش حضرتك انا لازم لما عملت الرموش مش عارف في حاجه في وش حضرتك الستايلست معترضه ثواني بس هتطلع تجي تاخد حضرتك بس يا ريت يعني يا ريت بسرعه. دي واحده انا يا ريتني روحت والله انا اصلا تركيزي راح كمان مش عارفه اركز عايزه اركز في وعايزه ابقى لطيفه وابقى كلامي مترتب مش عارفه ارتب الكلام انا ما اقدرش اقول له اقف عن الكلام واديني فرصه ما اقدرش ازعله مني ما اقدرش اعمل كده اول مره يطلع معايا في برنامج اقول له بطل كلام وانا اللي عايزه اتكلم انا حاسه ان انا بقى قاعده كاني مش في البرنامج وبعدين هو كوميديان عايز يتكلم وعايز يقول افات طيب انا بسالك انا بوجهك هو فرحان ان البنات برده كده بيضحكوا واحنا عايزين برده نخليه نحسسه ان هو يعني لطيف وبتاع لكن ده مش على حساب برده ان انا عايزه اتكلم انا كمان طب انا كنت بقيت نجمه في حلقه لوحدي هو بقى نجم في حلقه لوحده هو اللي عمل اللخبطه دي ان احنا غيرنا الشكل ان الحلقه دي بالذات عشان انت مش عايزه تبقي مذيعه عايزه مش عايزه يا بابا ابقى مذيعه امال ايه يعني انا ده اللي فهمت مش عايزه ابقى مذيعه انا بعمل برنامج بقالي سنتين اجي اطلع في برنامج اعمل حلقه مذيعه لا لما اطلع معاك في برنامج في الاي ار تي وقناه انا بحترمها وبحبها اطلع في البرنامج وانا ضيفه ليا اسم ليا وضعي جالي صداع والله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعمال اقرا قران من ساعه ما جيت عشان ربنا كده يهدي سرنا فينه طيب استاذ حجاج في ايه يعني في ايه يا حجاج مفيش يلا ممكن بقى تسالني سؤال وامشي لان انا فعلا اتاخرت جدا طيب احنا وقفنا خلاص انت ممكن تسال الاستاذ حجاج سؤال وهو يستاذن عشان عنده تصوير ونكمل مع بعض على كل الشيء ايه يا استاذ تسمح لي اغني لك اغنيه نعم حضر لك اغنيه مش وقته يا جماعه مساعديني انا عايز اقول ذكروني معلش ممكن بس اخلي الكومنت دي بعدين انا مش سامعك حتى بتقول ايه بس خليها بعدين مش احنا خلاص انا ما سمعتش والله بتقول ايه اقسم بالله معجبه يعني طيب هو بص حجاج وهو ماشي يعني خلاص اديله بس طب نسمعك برضه بعد ما اخلص تصوير طب نسمعها دلوقتي حاضر اتفضلي عايزه تقولي يا حضرتك معلش
رقصني دخلك يا حبيبي خليني حدك يا حبيبي، رقصني دخلك يا حبيبي خليني حدك يا حبيبي، رقصني هيك رقصني هيك رقصني دخلك يا حبيبي، اللي دخلك اللي قول مجاملة ظريفة من حضرتك ومرسي جدا جدا. شكرا. هيا كريم، اذا كان استاذ حجاج تسأله سؤال هو عنده ظروف يظهر تصوير او حاجة ونكمل مع بعض. يعني امشي؟ لا لا حبيبي بعد ما يسألك سؤال وعندك حاجة بعد كده تمشي. انت بتقولي بس اقول ده ازاي يعني عشان ابرر ان انت بعد السؤال ده يعني هتسيبني؟ ما المذيع لازم يبرر الضيف ماشي ليه؟ فاهم قصدي؟ من غير تبرير يعني ممكن بعد. لا بس ما ينفعش الضيف يقوم في لا واقول لكم انت تقول بقى انا عندي معلش تصوير وبتاع حتى من عندك انت حتى. خلينا انا اقولها كده عشان بس كده اصلا كده اصلا. احنا وقفنا فين يا سيلبر؟ يلا اعوذ بالله مش طايق بس حكايه يبقى اديني فرصه اتكلم. لا اديني فرصه ارد على اي سؤال بس معاه عشان انا عارف مبسوطه قوي وانا وحيات المصحف الشريف مبسوطه قوي وانت بتتكلم. ما انا مديك بس انا عايزه اتكلم لان انا الناس بقالها كتير ما سمعتنيش كضيفه، ناس بتشوفني كمذيعه بقالها سنتين نفسها دي. لو انت فاهمه ان انا يكون مثلا مش عايزك لا تتكلمي. لا يا حبيبي ربنا يخليك، انا بقول لك اديني فرصه ارد بس معاك انت، تقول قول نسمع راي زينة يعني مع كريم، قول نسمع راي زينة. يعني انت بتقول رايك كده يعني كرجل وقول لنا بقى. طب والست بتفكر انت؟ بقول لك حاجه حلوه، يلا انت اسال زينة يا حجاج. يعني انا هسالك السؤال الجاي وانت هتجاوبني عليه ايا كان، لسه ما اعرفش ايه هو. لا ده انا بحط الوايرلس مش مظبوط، انا لسه مش عارف حتى ايه السؤال بس هسأله لك. اوكي فانت هتجاوبني عليه وانت حتى نفسك قول. طب يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه خلونا بس نشوف احنا وقفنا فين، لان انا نسيت من كتر الدخول والخروج انا نسيت احنا وقفنا فين اصلا. وانا كمان والله. طب ما تشوف لنا وقفنا فين كمان. طب يلا 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 يا وائل وريني يا وائل احنا وقفنا فين. يعني اول مره اطلع في برنامج معاك ومع الشريف هو مخرج وتبقى اللخبطه الغريبه دي يعني، ومع حجاج وانا بحبه جدا وانا بموت فيه كتير انت عارف. ربنا يخليك بس انا بس بقول لك اديني فرصه اتكلم انا كمان معاك. ها حاضر يا دينا حاضر حاضر يلا شوف لنا بس والنبي خلي وائل يلعب لنا كده اخر حته وقفنا عندها. علي بس مش تبعك. وانا مش عارف اسالها، انا ما اعرفش اقرب عيب ان انا اقرب، وبعدين هو كوميديان عايز يتكلم وعايز يقول ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. انا ما قلتش حاجه، انا بتكلم انا بتكلم عنك كلام حلو وانا بحبك جدا وانت عارف، بس هما بيقولوا لي ما بيديكيش فرصه تتكلمي، فانا بقول ان انت راجل كوميديان كبير وحابب تتكلم وحابب تتكلم، بس انا برضو من حقي ان انا ايوه دينا انا على عيني وراسي انت عارفه. طب مالك النهارده انا عمري ما شفتك على فكره عصبي. يعني انت بتقولي حابب تتكلم، ده كوميديان وحابب يتكلم واديني فرصتي، وكذا مره انا كلتها يا دينا عماله تقول اديني خلينا نتكلم. انت لا. بتتكلم كده يا حبيبي انت النهارده هو منفعل عشان انا دينا تقولي عليا كده وانا مش موجود. قلت ايه؟ انا ما قلتش حاجه. ده كوميديان وحابب يتكلم. طب ما انت ممثله وحابه تتكلمي. طب هو ده عيب انك انت يا حبيبي تتكلم، انا مش زعلان انك تتكلم بس انا اديني فرصه. يا دينا ايه جدا جدا لا 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 في سوء تفاهم. ايه اللي بيحصل؟ لا ما في لا ما فيش سوء تفاهم. لا ده كلام اتقال عليا، ده كلام اتقال عليا. كلام صح يا حاجه. لا لا اشرط عمري. سلام ايه يا حبيبي انا ما قلتش حاجه يا بابا، انا بحبك جدا. ايه يا جماعه انا قلت حاجه عن استاذ حجاج؟ بس يا عم انا ما قلتش كلمه. هما بيقولوا ان انت تديني فرصه اتكلم. ليه بتعملوا لي مشاكل بيني وبين زمايلي؟ ليه ما تخلينيش ابكي وانا واقف؟ بجد بتعملوا لي مشاكل. ايه حجاج ايه حجاج؟ لا مفيش حاجه من دي. ايه الطريقه اللي بتحصل؟ انا كنت بقول لك بس حاجه. انا ما قلتش حاجه من دي، انا قلت ان انا بحبك جدا لحسن حظي اللي نزل على البلازما الكلام اللي اتقال، وان هو انا بعمل عدسات بره. انا قلت انت راجل كوميديان. انا قلت انت راجل كوميديان وبتحب تتكلم واحنا بنحب نسمعك، بس قالوا لي ادوا فرصه لدينا انها تتكلم. هي كمان ايه دينا؟ ما انا عمال اتكلم. انا كنت انا بنفسي بقول لك انا عايز اخفف لك الحلقه، انا عايز اقول افيهات علشان تبقي قاعده منوره وتتحكي معانا، لان انت بتتكلمي بضحكه جميله جدا. رب وانا مبسوطه بيك. يتقال كده؟ ايه اللي بينزل؟ انا مش انا ماشي يا كريم من فوق حجاج. ابوس ايدك معلش معلش واحده. انا ما قلتش. انت فاهم غلط. اقسم بالله لو انت فاهم يا حجاج بس استهدى بالله. بقول لك ايه مالك؟ انت النهارده غريب جدا فعلا. انا كمان اول مره اشوفك كده اقسم بالله. انا ما شفتك عصبي كده لان مفيش موضوع. لا بصي لا قبل ما اهو 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 عامل الحركة دي معاك. عامل الحركة دي معاك. أكيد
معقوله بقى مشاعرك طازه كده؟ اهمشينا بسرعه انطباعك على طول. عمالين نجيبك كده ونجيبك كده ونقول لك طيب خليكي ضيفه يعني خليكي مذيعه. تقولي مذيعه؟ لا، برنامج بتاعنا اسمه خارج نطاق الخدمه، يعني المذيع اللي جاي يبقى خارج نطاق الخدمه. مش رؤيه زي ما انت شايفه. مش رؤيه زي ما انت شايفه، ده حاجه طبعا كتير. رفايع ده اسم البرنامج اللي مختلف في رفايع. بالي ان انا مش عايز حكايه جزال مني عشان بحبه واحنا عشره وزمايل وانا قلبي مش فاهمه حاجه وعمالين يستفزوني بالكلام. بس انا اقسم بالله انا ما قلت حاجه وانا عارف خالص. انا عارف انا سابعك وبتقولي بس انا بحبه. انا ما قلتش حاجه وبتكلم عليا كلام كويس. والله انا بحبه. اقول يا رب تغلط دي يا رب. لا والله ما قلت حاجه. انا مش عارف اطلع ده اللي ضايقني. وبص ايدي ساقعه. انا عارف انا عارف. وريني كده. الله ايه كريم ده بقى له ساعه. عايزك بقى تقولي ايه لكل الناس اللي بيتفرجوا على حلقتنا النهارده. كاميرا اللي هناك دي كاميرتك اهي. هتتكلمي ولا اتكلم انا؟ مش عارفه اقول ايه. والله انا مبسوطه جدا ومخدوده ومش فاهمه حاجه. وانا بحب حجاج قوي بحب كريم. مش عايزه حد يزعل مني. وبعدين اتعودت انا كمذيع انا بسيب الناس تتكلم. فلا يظهر ان انا من كتر ما اتعودت على كده مبسوطه ان حاجات بيتكلم. بس المخرج عمال يقول لي دينا ما بتتكلمش ويستفزوني وكريم يبص لي. وبعدين عدسه تتضايق وهو جاي اصلا من قبل التصوير. انا بحط عدسات ما اعرفش والنبي انا ما اعرفش انت مربياني على ايه. وجاي اصلا من يعني حاجات جاي من بره جاي من قبل ما ندخل الاستوديو بيزعق وبيقول انا سايب التصوير وجاي الناس متخانق معاه يعني جو تنشن. لا لا دورتي الجو ده ودورتي الحلقه. وكل سنه وانت طيب. انا مبسوطه. كل سنه وانت طيب يا حاج. كل سنه وانت طيب يا كريم. كده يا شريف تعمل فيا كده. انا تعملوا فيا كاميرا خفيه. انا احنا اللي بنعمل في الناس تعملوا فيا انا كده. كل سنه وانت طيب يا كريم.